صل طيب الله أنفاسك. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة غريب مظلوم كربلاء يمحي الزوار يا أبو علي، ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا والله من لجأ والتجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا مدرك الثار البدار البدار، شن على حرب عداك المغار، سيدي يا صاحب العصر والزمان، متى تسل البيض عن غمدها وتشرع السمر وتحمي الذمار، سيدي تنسى على الدار هجوم العدا مذ أضرم الباب بجزلي ونار، ورض من فاطمة ضلعها وحيدر يقاد قهرا، جهار جهار، فما سقوط الحياة ما ضلعها، ما لطمها ما عصرها، بالجدار بعد سيدنا سيد حيدر الحل يقول ما وكزها بالسيف في ضلعها، وويلا وما انتثار
قرطها والخمار ما دفنها بالليل سرا وما نبش الثرى منها عنادا بعد سيدنا عددت لنا مصايب اشكال مصايب عظيمة عددتها سيد حيدر اكو مصايب اعظم يقول بلا اكو مصايب اعظم من تلك المصايب سيدنا يا مصايبها سيد صالح يا مصايب يقول قد ورثت من امها زينب صاحبة هاي اليوم زينب قد ورثت من امها زينب كل الذي جرى عليها وصار وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى الشر دار أبي يا حال وصف لنا يا سيد تستر باليمين وجها فئيم أعوزها الستر تمد اليسار لا تبزغي يا شمس كي لا ترى زينب حسرة ما عليها خمار بسك يا دهر من طبعك وغدره إش عندك ويا زينب مهجة الزهرة إش عندك ويا زينب ليش تهضمها اسمع فد بيتين واطلب حاجتك من زينب وكل يوم بمصيبة ولا عتل كمها خمس سنين وتعاين صدر أمها بالمسمار عاب وشافت العصرة وشافت أبوها مصوب بغدرة وبونات قل لا قصار عمره يا بو يا جنت متنام سبكترايك فقدك للقلب يا والدي فطرة وظلت بين أبو محمد وأبو اليمة راحت الزهراء راح أمير المؤمنين ظلت بيان أبو محمد وأبو اليمة لكن قوس الدهر ما يخلي هاللمة
يا شنع الحسن وبجبدته سم ناشن الحسن وبجبدته سمى ويا قلب العقيل الماخل الصبر اش ظل بزينب الحرة يا دهر البي اش قد شافت مصايب زينب اش ظل بزينب الحرة يا دهر البي مو سهمك قسم دلالها نصين اريد انت تكمل هالبيت مو سهمك قسم دلالها نصين عقب ذاك الشمل ظل بس اخوها حسين اي والله عقب ذاك الشمل ظل بس اخوها حسين خليها يا دهر النايب بكتره خليها يا دهر النايب بكتره ما خلاها زينب تقعد بجاله وحضر لابو اليم اسهام شتاله ونبت سهم المثلث بدلاله يا قلب العقيل الماخل الصبر انا لله وانا اليه راجعون والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم هدية إلى روح سيدتي ومولاتي زينب عليها السلام طيبوا أفواهكم ونوروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على لما نزلت الألواح على موسى عليه السلام وفيها التوراة وفيها بعض العلوم أجل بني إسرائيل صعد المنبر خطب فيهم فقال الله عز وجل كلمني وأنزل علي التوراة هنا موسى صار يحدث نفسه ظن أن هذه الألواح فيها كل ما يريد من العلوم ما يريد وما لا يريد فحدث نفسه قال لا أظن أن الله خلق خلقا أعلم مني بعد إنسان مخلوق أعلم مني على وجه الأرض ما أكون عندي الألواح عندي العلوم كلها الله عز وجل أوحى إلى جبرائيل يا جبريل أدرك موسى فقد هلك وقل له بأن هناك رجل أعلم منه عند مجمع البحرين فليلتقي به وليتبعه مجمع البحرين وين؟ قالوا أكو بي ثلاث آراء أقرب الآراء أن مجمع البحرين البحر الأحمر يلتقي فيه بحران خليج العقبة من جهة الأردن وخليج السويس من جهة مصر فهنا يقولون التقى موسى مع العبد الصالح في هذه المنطقة طلع موسى وفتاه وهو يوشع بن نون وصي موسى راحوا لهذه المنطقة حتى يلتقون بالعبد الصالح في قضية مفصلة ما أريد أفصل لك القضية أنا أريد أدخل بمقامات زينب سلام الله عليها زين هنا موسى أول ما التقى أحسنت رحم الله وعديك أول ما التقى بهذا العبد الصالح من هذا العبد الصالح العلماء والروايات اختلفت بهذا الشخص اختلفوا بثلاث جوانب من جانب اسمه جماعة قالوا اسم الخضر جماعة قالوا لا مو هذا الخضر
من جانب حياته جماعة قالوا هو حي يرزق إلى يوم خروج الإمام سلام الله عليه يطلع ويا الإمام، جماعة قالوا هذا الكلام مو صحيح. من جانب نبوته اسمه وحياته ونبوته، روايات عندنا وردت أنه نبي، وروايات أخرى تقول لا ما كان نبي، كان عبد صالح مثله كمثل ذي القرنين، مثله كمثل لقمان، فرجل حكيم ما عنده نبوة. القرآن قلنا هذا مو مهم، عرفتوا أنه نبي لو مو نبي، المهم تعرفون شنو مقام هذا العبد الصالح. الله عز وجل يبين البطاقة التعريفية للعبد الصالح، شو يقول؟ يقول فوجد، يعني موسى ووصيه يوشع، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ثلاث أمور التفت لها الله سبحانه وتعالى، أول شيء انطاه الحظوة والانتساب إلى الله، تشريف، قال هذا عبدا من عبادنا إحنا. شوف شون شرف للعبد الصالح، نسب العبودية لله، قال من عبادنا، هي واحد. ثانيا الله عز وجل قال آتيناه رحمة من عندنا، أنتوا يا بشر يا ناس عندكم رحمة، ورحمته وسعت كل شيء، بس هذا الشخص إلفد رحمة خاصة مو كل واحد ينالها، هذه الرحمة الخاصة فتحت عليه أبواب العلوم، أبواب المعرفة، مختلف الأسرار عرفها هذا العبد الصالح رحمة من عندنا. بعد قال وعلمناه من لدنا علما، ترى علمه مو مثل علمك أنت، إذا تريد تتعلم تروح تقرأ كتاب، تدخل جامعة، تدخل حوزة، تسأل عالم، هذا علمه لدني من لدنا، مو علم كسبي، علمي وعلمك كسبي يسمونه. علم العبد الصالح للدني، يعني الله عز وجل يفيض عليه العلم دون واسطة. هاي صفات الثلاثة. زين التقى بموسى طلب من عندها الطلب، قال هل أتبعك، موسى يقل للعبد الصالح هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. التفت هنا، يتواضع موسى في أربعة مواضع، قمة التواضع والتذلل للعبد الصالح. موسى حاكم بني إسرائيل، من أولي العزم، نبي الله، كليم الله، رسول، صاحب شريعة، من يوقف قدام العبد الصالح يخفض له جناح الذل. شلون؟ أربعة مواضع. أول شيء قال هل، قال له هل أتبعك، هل شنو يعني؟ استئذان، تسمح لي أتبعك لولا، تقبل أتبعك لولا، نبي يستأذن من العبد الصالح. انزل، ما قال له هل أماشيك، هل أصاحبك، هل أرافقك، لا، قال له أتبعك، أنت امشي قدام وأنا أتبعك اتباع محض، إيش ما تسوي أنا أقلدك. ملتفت؟ أي اثنين. الموضع الثالث قال له على أن تعلمني، على أن مو يعني الشرط، مو أشترط عليك، لا، على أن يعني مثل ما يقولون المفسرين يترجى من عند رجاء، يقول له أنا أريد أتبعك بس رجاء أنا أريد تعلمني. أي ثلاثة، شوف التواضع. وما قال تعلمني علمك كله أيها العبد الصالح، أن تعلمني مما علمت رشدا، راح أتذللك وأتبعك وأمشي وراك لأجل علم بسيط من علومك تعلمني إياه. ليش هذا التواضع من موسى كليم الله للعبد الصالح؟ سبب واحد، أن العبد الصالح عنده علم مغاير لموسى، مختلف عن علم موسى. أن العبد الصالح عنده علم لدني، العبد الصالح عنده فد علم أرقى من علم موسى، فأظهر له موسى هذا التذلل والتواضع. قاعد يعلمنا موسى، يقول يا شباب يا مؤمنين، ترى من تقعد يا العالم مو كأنك قاعد يا صاحبك، الوضع يختلف. هذا اللي عنده فضيلة علمية عامله فد معاملة غير، لما تقعد مع هذا العالم اللي عند الفضيلة العلمية تعامله فد معاملة وتكلمه فد كلام وتتصرف ويا تصرف يختلف عن بقية الناس. شايف اكو ناس يحاجون العلماء كأنما يحكي واحد من صحبانا، يرفع صوته ومدرجله قدامه وكذا، لا، العالم إلى فد احترام. السماك وقت نجيب روايات عن احترام العلماء والفقهاء وكذا، بس هذا العالم من قاعد نسولف فيها مو كأنه قاعد بديوانية ومجلس وأسولف فيها، لا، العالم إلى فد احترام. شوف موسى كليم الله شلون يكلم العبد الصالح، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. ليش؟ لأجل العلم اللي موجود،
لذلك من اجى وساله موسى قال له موسى انت ايش قد شفت مصائب حياتك؟ اصعب مصيبه ألمت قلبك شنو؟ فرعون قال لهم لا. مصر ومشاكل مصر قال لا. بني اسرائيل قال لا. شنو اذاك؟ قال اكثر شيء ألم قلبي قرار العبد الصالح بفراقي، لما بالقران يقول له هذا فراق بيني وبينك، هذا اذاني كثير. عالم ما اريد افارقه، اريد استفيد من عنده. شوف الانبياء شلون يقدرون العلماء. انزين طلب من عند موسى قال له اريدك تعلمني. ايش اجى الجواب؟ التفت، اجى الجواب صادم، اجى الجواب غريب غير متوقع. قال انك لن تستطيع معي صبرا. عجيب، موسى اكثر نبي ذكر بالقران هو موسى عليه السلام. ايش قد شاف مصايب وصبر عليها من يوم دخوله في قصر فرعون الى بني اسرائيل الى ثماني حجج ويا شعيب وكذا، كله صبر ورا صبر. نبي من اولي العزم، لكن من يجي يوقف قدام العبد الصالح يقول له لا، انت صبرك ما يوصل صبري، ما تتحمل. ليش؟ اريدك تلتفت، الخبر هنا هم بعد قاعد ينبهنا، العبد الصالح قاعد ينبهنا على قضيه مهمه. يقول يا جماعة ترى الإنسان كل ما ارتفعت درجة العلمية كلما كثر صبره وزاد صبره واستيعابه وتحمله أكثر. موسى صبور، لكن من يوقف ويا العبد الصالح اللي عنده علم مغاير عن علم موسى، العبد الصالح اللي عنده علم أرقى من علم موسى، صبره ما يوقف، ما يتحمل صبر العبد الصالح. يقول له إنك لن تستطيع معي صبرا. ما سامع الرواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام يقول لو علم أبو ذر بما في قلبي سلمان أحسنت لكفره. أكو رواية ثانية لقتله. ليش؟ هاي يمكن تستغرب منها، بس لما تتأمل هنا كلام العبد الصالح لموسى أنك لن تستطيع معي صبرا يزول عنك التعجب والاستفهام. سلمان عنده فد علم عالي راقي جدا، عند أسرار النبوة، أسرار الإمامة، أسرار إلهية. أبو ذر وإن عظم شأنه ما عنده الدرجة العلمية، لذلك صبره مو مثل صبر سلمان. لو ينكشف له شوي من هذه العلوم راح يكفر سلمان أو يقتل سلمان على الرواية. ما عنده هذا الصبر اللي موجود عند سلمان. إنك لن تستطيع معي صبره. عبد صالح ما ندري نبي لو مو نبي يقل لصاحب الشريعة من أولي العزم يقول له أنت ما عندك صبر. زين تالي قال له العبد الصالح ايش قال؟ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. هم شوف هناك، شفت تواضع موسى لولا؟ تعال شوف تواضع العبد الصالح لموسى. ما قال له تعال واتبعني، مع أن موسى مأمور أن يتبع العبد الصالح. قال له إن اتبعتني، أنا أنطيك المشيئة والخيار بيدك، إذا تحب تتبعنا تفضل ويانا. إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. شوف الاحترام المتبادل بين الحجج، بين حجج الله، بين موسى وبين العبد الصالح. هذا شيء يدل عليه، هذا يدل على أن كل واحد يعتقد بالمنصب الإلهي الممنوح للآخر. هاي قضية مهمة، كل واحد له منصب إلهي يختلف عن الآخر. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم المعراج في مرحلة من مراحل المعراج، وكلكم قرأتوا حديث المعراج وروايات المعراج ومواقف المعراج، صلى بجموع الأنبياء. صحيح لو لا؟ الأنبياء بيهم إبراهيم الخليل، بيهم موسى كريم الله، بيهم عيسى روح الله، بيهم كذا. ما تذكر الرواية بأن رسول الله تردد أو قال للواحد منهم تفضلوا أنتم صلوا، أو مثلا أذعن أو خاف؟ أبدا، تقدم رسول الله، رسول الله وصلى بجموع الأنبياء. ليش؟ لأن كل واحد منهم يعرف درجته ومنصب الإلهي الممنوح له. رسول الله منصب أعلى فتقدم مباشرة وصلى بهم، وهم الأنبياء كل واحد يعرف منصب الإله، تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلى خلف رسول الله. انزل، ما أريد أفصل لك هذا بهلا القصة. موسى تبع العبد الصالح، ظهرت سلوكيات من العبد الصالح اللي ما تحملها موسى، خرق السفينة، قتل الغلام وبنى الجدار. هنا موسى يحكم بالشريعة الظاهرة بالحلال والحرام، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. العبد الصالح تصرف على أساس من لدنا علما، على أساس العلم الباطن، على أساس أسرار الغيب،
على أساس العلم اللدني. فموسى ما أدرك ما افتهم ايش قاعد يسوي هذا العبد الصالح. شوف أكو فرق بالعلم عند العبد الصالح وعند موسى. اللي أريد أوصل له هنا رحم الله والديك التفت لي، يجون العلماء يقولون نكتشف من هالقصة، أنا انطيتك بعض الخلاصات اللي أريد أوصل لها النتيجة، هاي ما فصلت لك بالقصة كلها. ليش أريد أوصل هالنتيجة اللي وصل لها بعض العلماء؟ علماءنا قالوا نكتشف من هذه القصة العبد الصالح مع موسى أن عندنا فئة من البشر، هذه الفئة من البشر ما يشترط أن يكونوا أنبياء ولا أئمة، هم أولياء عاديين، لكن عدهم علم لدني، عدهم اتصال وارتباط خط ساخن عدهم بالغيب ويا الله عز وجل، يوصل لهم العلم دون واسطة، مو أنبياء ولا أئمة، لكن الله عز وجل يفيض عليهم العلم فيضا بدون واسطة. قالوا شنو دليلكم؟ قالوا منها القصة نفسها في موضع. الموضع الأول الآية اللي قرأتها لك في بداية البحث، الله عز وجل شي يقول عن العبد الصالح؟ فوجدا عبدا، شنو؟ من هم مجموعة، تبين مو واحد، من عبادنا اللي عندهم هاي الصفة آتيناه رحمة من عندنا وعلمناهم لدنا علما، مو عبد واحد. الله يقول من عبادنا، ترى أكو شبكة مجموعة من هؤلاء البشر عندهم صفة أن عندهم رحمة خاصة وعندهم علم لدني، مو بس واحد العبد الصالح. بعد الموضع الثاني قالوا موسى من أجى سأل العبد الصالح قال ليش قتلت الغلام؟ مش جاوب. قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يجي هنا العالم السائل يتأمل ليش قال العبد الصالح فخشينا؟ ليش جابها بصيغة الجمع؟ المفروض يقول فخشيته، قال فخشينا. شنو هي العلة؟ إيش قصده فخشينا؟ منو أنتو شان خشيتوا؟ واحد يقول يمكن يقصد أنا والله، حاشا لله، العبد الصالح ما يحط نفسه بمصاف الله، يتكلم عن الله، وموجودة هذه بالقرآن. واحد يقول يمكن يعظم ويفخم نفسه العبد الصالح، حاشا لله. شفت قبل شوي شون أكو تواضع بين الحجج، واحد يتواضع للآخر، لا يمكن أن يفخم ويعظم نفسه العبد الصالح، يقول خشينا من باب التعظيم أمام الله وأمام صاحب الشريعة موسى. أصلا العبد الصالح هو تابع لشريعة موسى بذاك اليوم، فما يصير يجي ويعظم نفسه يقول فخشينا بباب الجمع. قال ليش جمعها وقال خشينا ما قال خشيته؟ السبب يا أعزائي أن هذا يعضد الأولى، عبدا من عبادنا، فئة من البشر عدهم علم لدني شبكة، هنا هم بعد العبد الصالح يقول فخشينا يا موسى، ترى مو أنا بروحي بس عندي هذا العلم اللدني، إحنا جماعة متصلين في كل زمان، عدنا علم واحد ينزل لنا من الله، من الله عز وجل علم لدني. هذه الفئة من البشر موجودة ويتفق عليها جميع المذاهب باختلاف الأسماء، بعض يسميهم أبدال، بعض يسميهم أوتاد، بعض يسميهم أركان، بعض يسميهم سياح، على اختلاف المسميات الجوهر واحد، فئة من البشر هم مو أنبياء ولا أئمة، لكن عندهم اتصال غيبي بالله عز وجل. راح تسألني تقول لي شنو مهمتهم هذا؟ شنو فائدتهم؟ أنبياء موجودين، أئمة موجودين، نعم مهمتهم إسناد الأنبياء، إسناد الأئمة، يساعدون الأنبياء والأئمة في تحقيق أهدافهم، يحفظون الأنبياء. أم موسى حفظت موسى عن طريق شنو؟ العلم اللدني، اجتها التعليمات شو تسوي من إجراءات تخلي موسى في ذلك الصندوق حتى تحفظ حياة النبي موسى. مريم عليها السلام لما ولدت عيسى من غير أب هم اجتها التعليمات، علم لدني من الله، هي من هذه الفئة، هي من هذه الفئة فخشينا. كذلك مريم اجتها الإجراءات وصرفت، صامت عن الكلام كذا يوم، أشرت على عيسى، تكلم عيسى، هذا التعليم من وين؟ من الله بدون واسطة، ما اجى نبي وقالها ايش يسوي، وإنما التعليم لدني من الله. كذلك العبد الصالح أسند موسى بعلمه اللدني. تبين عندنا وحدة من مصادق هؤلاء، هذه الفئة من البشر، هي سيدتنا ومولاتنا زينب عليها السلام. وقلت لك هذول مهمتهم شنو؟ يساعدون الأئمة في تحقيق أهدافهم.
من ساعد الحسين في تحقيق أهدافه في كربلاء؟ البطلة الأولى زينب، كما فعلت مريم بعيسى، وفعلت أم موسى بموسى، والعبد الصالح بموسى، كذلك زينب فعلت مع الحسين عليه السلام، إسناد الحسين في تحقيق أهدافه. تقول لي شنو دليلك على أن زينب من ضمن هذه الفئة من البشر اللي حكينا عندهم عنهم، اللي عندهم علم لدني؟ شنو دليلك؟ عندنا هواية أدلة، منها يوقف الإمام زين العابدين: عم زينب أنت بحمد الله عالمة غير معلمة. تصريح بعد واحد شو كنت يحمد الله على النعمة؟ الإمام زين العابدين قلها: زينب أنت نعمة علينا، ترى أنت نعمة على وعالمة غير معلمة، ترى علمش لدني، علمناهم لدنا علما. زينب أنت ما أكو واسطة بينك وبين علم الله عز وجل، الله يفيض عليك العلم. توقف زينب سلام الله عليها يوم العاشر، الحسين بعد ما اندفن ما صار قبر، تقل لزين العابدين وينصبون بهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء، لا يعفو رسمه ولا يدرس أثره على كرور الليالي والأيام. مدري سيدتي ومولاتي، وما نسبة الكلام لإمام أو نبي، ما قالت لقال لي مثلا أمير المؤمنين، قال لي الحسين، قال لا، هي من نفسها أنشأت الكلام، يعني عندها مصدر غيبي من الله. بعد قالت له: ولا يجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال على محوه وتطميسه. بني علي زين العابدين، ترى هذا راح ينبني يصير قبر، والناس راح تجي تلجأ له، هذا راح يهدمونه، راح يبنى، يهدمونه ويبنى، الزوار يمنعونهم يرجعون، يمنعونهم ويرجعون. ولا يجتهدن، يعني يبذلون أقصى الوسع، أئمة الكفر وأشياع الضلال على محوه وتطميسه. النتيجة شنو هي سيدتي ومولاتي؟ أكو خط معادل الشعائر الحسين. النتيجة شنو هي؟ هي تتنبأ زينب اللي أنت اليوم قاعد تشوفها بعينك. قالت: فلا يزداد أمره إلا علوا وأثره إلا ظهورا. إيش مدري؟ هاي علم لدن. أنت بالله عليك اليوم الشعائر الحسينية مثل مثلها قبل 10 سنين؟ لو أكثر، أكثر انتشار. قبل 10 سنين مثل قبل 20 سنة؟ لا طبيعي أكثر. هاي كلام زينب. تقول سنة بعد سنة راح أشوف الشعائر الحسينية تزيد وتتوسع. شايف ذيك الأيام بني أمية، أحد كفو يجيب اسم علي بن أبي طالب سلام الله عليه، مو يمدح، لا يجيب اسم علي. أحد كفو يسمي ابن علي؟ أكو ذكر لآل البيت؟ لا. زينب تقف بكل ثقة تقول له: فكت كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا. أنت تسمعها هنا معتقد بها، بس لو واحد بذاك الزمن يسمعها من زينب يقول لها: زينب إيش قاعد تحكي أنت؟ أنت وين الواقع؟ وين شنو لا تمحو؟ هو بخالكم ذكر بذاك اليوم؟ ما لكم حس؟ ما حيتجرأ يجيب اسم علي؟ شون فلا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا؟ لا زينب تقول له: أصبر كلها أيام. شوف العلم اللدني أكثر من ذلك. وهل أمرك إلا فند وأيامك إلا عدد؟ ترى يزيد ما لك عمر أنت، سنة سنتين راح تموت، عمره قصير، بعد واقعة كربلاء كلها سنتين ومات، هلك. هذا من العلم اللدني. زين مساء أنا إيش قلت لك؟ قلت لك العبد الصالح إيش قال لموسى؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. ليش؟ لأن أنا العبد الصالح عندي علم أعلى منك، فصبري أكثر. الإنسان كل ما زاد علمه كل ما صار عنده صبر، كل ما صار عنده استيعاب للبلاء والمصائب. والله أسألك، الحسين عليه السلام واجه أعظم وأكبر رزايا في عالم التكوين، تاريخ كله ماكو أحد شاف رزايا ومصائب مثل الحسين، صحيح لو لا؟ منو اللي صار شريك الحسين بهالرزايا؟ زينب، أحسنت، رحم الله والديك. بعد تعال أنت وتأمل هذه المصائب اللي أكبر مصيبة بالعالم زينب تحملتها، تعال أنت تأمل وشوف إيش قد عندها علم زينب اللي قدرت تتحمل وتستوعب هذه المصائب. شنو من درجة علمية اللي عندها زينب اللي استطاعت أن تستوعب هذه المصائب وهي تفوض أمرها لله؟ بل ما أبالغ إذا أقول صبر زينب أو المصائب اللي شافتها زينب أكثر من أبي عبد الله الحسين. الإمام الحسين استشهد يوم العاشر، اللي كمل المسيرة منه زينب. زين سيدتي مصائب يوم العاشر أصعب عليش لو ما بعد يوم العاشر؟ تقول لا والله مصائب ما بعد عاشر، ما بعد يوم العاشر أصعب على قلبي. الشام وما أدراك ما الشام،
كانت تبكي من الشام زينب سلام الله عليها. يقولون يا صبر أيوب، لا عم يقول يا صبر زينب. صبر أيوب شنو مقارنة بصبر زينب؟ هاي ما بيغلو. صحيح أيوب نبي وزينب ما عندها نبوة، مو هناك ثبت لنا العبد الصالح إذا كان مو نبي يقل للموسى يقل له إنك لن تستطيع معي صبرا. فإذا كان العبد الصالح رجل صالح صبرا أكثر من موسى، فمن استغرب أن يكون زينب صبرها أكثر من أيوب؟ أيوب الشاف بحياته، الله ابتلى عدة ابتلاءات مؤلمة موجعة. ابتلاه أن أولاده قتلوا ماتوا انهدم عليهم الدار بساعة واحدة، 18 واحد راحوا صبر. كان غني تاجر عنده بساتين وعنده أراضي ومواشي، الله أرسل عليهم نار أكلتهم صبر أيوب. هذه الله ابتلاه بجسده، صحته راحت، بدنه صار كله طرحة واحدة، يطلع القيح الأمراض وكذا، الناس صارت تنفر عنه صبر. ابتلاه بزوجته، زوجته صارت تخدم بالبيوت، شلون ابتلاء هذا؟ منو يتحملها؟ يا رجل صاحب غيره يتحملها. ومنو زوجته؟ مو امرأة عادية، رحمة بنت يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليه السلام، بيت الشرف بيت العز بيت الانبياء، صارت تخدم بالبيوت. هم صبر. تدري شو وقت انتهى صبر ايوب؟ شو وقت قال يا ربي بس بعد ما اتحمل؟ شو وقت نزلت الآية أو تقصد الآية وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين؟ لما سمع الشماتة من الناس قال يا الله شماتة ما أتحملها بعد، ابتليتني بأولادي بتجارتي بزوجتي بجسدي، الشماتة ما أتحملها. اثنين مرة ويم أيوب كان علي المريض، الأول قال الثاني منو هذا؟ ثاني قال له ما عرفت، هذا أيوب اللي ادعى النبوة. فقال الأول لو علم الله فيه خيرا لما ابتلاه، هذا لو بيه خير الله ما يبتليه هيك يصير جسمه بهالطريقة وفقير وما عنده شيء ويفقد كل شيء. أيوب من سمع هالكلمات ما تحمل شماته، ما يتحملها، قال له يا الله بس كافي بعد. قال له اركض برجلك هذا مختسل بارد وشراب. هم تسمع يوم من الأيام فت خطيب قال لك على المنبر زينب جزعت، قالت له يا الله بس كافي بعد، سمعت شماتة ما أتحمل أبدا حاشر الله. هم قريت في مقتل من مقاتل الحسين أو من سير كربلاء، سير التاريخ تقول زينب في موقف من المواقف رفعت إيدها قالت له يا الله قد انقتلوا إخواني انقتلوا أولادي كذا، بس الآن شماتة سمعتها ما أتحمل. لا أبدا حاشر الله، زينب شمتوا بيها شلون شماته؟ وتجي للحسين شوف شوف المقابل، هنا قال أني مسني الضر، هنا زينب تقول ربنا تقبل منا هذا القربان. يا الله عجيب صبرك يا زينب. ومن هي زينب اللي تحط إيدها تحت جسد الحسين؟ أنت اللي عندك أخت ترى ثق بالله مهما كانت عزيزة عليك أختك، ومهما أكو بينك وبين أختك فد علاقة قوية لا يمكن أن تصل عشر معشار علاقة زينب بالحسين. يوم من الأيام بعد زواج زينب افتقدها الإمام الحسين، خلي يبين لك علاقتهم إيش قد أكو فد وئام وعاطفة بين الحسين وزينب، افتقدها الإمام سلام الله عليه، ما يتحمل افراقها. اجى طرق الباب طلعت الجاريه، اين زينب؟ قالت سيدي زينب نائمه اوقظها. قال لا دعيها تنام خليها نائمه. دخل الامام الحسين ينتظر زينب تستيقظ، تبين زينب نائمه بصحن الدار. هاي الشمس ارتفعت للاعلى فسطعت اشعه الشمس وقت الضحى على وجه زينب سلام الله عليها. الحسين يشوف اخته الشمس على وجهها، اجى بأبي هو وأمي ومد عبايته هيجي على زينب وصار يظللها واقف. زينب استيقظت من النوم شافت رجال واقف مد عبايته، قالت من هذا؟ حسين هذا؟ قال فداك حسين يا نور عيني. ابتسمت زينب ارتاحت، أخوها حبيب قلبها واقف يظللها من حرارة الشمس. قالها ليش تبتسمين يا زينب؟ قالت لأبو علي هم يجي يوم وأرد لك هذا الجميل، أشوفك بالشمس وأنا أظلل لك حسين. الله أكبر. الحسين يوم العاشر على ظهر الجواد، خلي نقرأ لزينب قبل لا نقرأ على زينب. جاءه الحجر على جبهته سالت الدماء، رفع الثوب حتى يمسح الدماء، جاءه السهم المثلث، سقط الإمام على الأرض
تسهره حرارة الشمس جسده كالقنفذ من كثرة السهام. الله يا أبو علي. الحسين تسهره حرارة الشمس يحرك شفتيه فجأة أحس ببراد كأنما شي قاعد يظلل له. فتح عينه شاف زينب واقفة ومادة العباية سلام الله عليها. زينب اش طلعت من الخيام نور عيني؟ زينب حرب شمس أعداء سهام رجع للخيام. تقول له أبو علي اجيت أريد أرجع لك الجميل، أرد لك الجميل أظلل لك أظلل لك. حسين جيت أظلل لك يا خويا من الشمس جيت وظل طول العمر يمك تمني، والله حنين ام الزج شي عليك حنيت. يلا عمي بعد هنيئا للي تدمع عينه ترى تواسي بيها فاطمة الزهراء. زينب جلست يم الحسين تقول جيت اعثر بالمطاعي. اريد اقرا لك بهدوء عيني انت وتون وياي رحم الله والديك، اذا نزلت دمعه ترى هاي توفيق من الله. جيت اعثر بالمطاعي وصيحا ياه منكم حسين، اي والله اصيحا ياه منكم حسين لما نسمعها زاد لونين. اقرا وياي انا حسين يا زينب انا حسين أنا حسين يا زينب أنا حسين قاعدة يمه خويا أريد خدمك بعيوني شو تريد أبو علي. شافته يحرك شفته أدنت رأسها أذنها من شفتي الإمام وإذا بها تسمع الإمام يقول وحق جدي أنا عطشان. الله يا زينب تسمع أخوها يقولها عطشان زينب ما عندي مال. تقول له أنا ما بعيني دمع واسقيك أبو علي، والله لو بعيني دمع حم كان سقيتك ماي. أنا ما بعيني دمع واسقيك يا ماي عيني شبيدي عليك عطشان وعدوانك مسلبي. حوار صاير بين زينب والحسين. قالها زينب ما أريد الماي، شاش تريد أبو علي؟ قالها زينب خايف على أولادي وبناتي بالخيام. زينب ديري بالك على رقية ديري بالك على زكينة. أريد تقرأ ويا زينب تقول له أنا بعيني لباري لك عيال. الله ما أسمعت النوياي ليش عيني أنت خادمك ويا زينب. أنا بعيني لباري لك عيالك وأنا بروحي لسكت لك أطفالك. بعد أريد أوجع قلبك بهالمشهد وسامحني إذا أذيكم بهالكلام. زينب على جسد الحسين تناجيه تقول له يا ابن أمي يا ابن فاطمة. بينما هي كذلك وإذا بها تشعر بحرارة على ظهرها ومتنها. التفتت زينب شافت الشمر بيد الصوت يضربها على متنها وعلى ظهرها. شبقت الحسين اعتنقت الحسين يعني اصرار تقول له ما اخلي اخوي. ايش سوى الشمر اللعين رفع رجلاه رفس زينب اسقطها على التراب. ثم جاء الى الحسين رفسه وقلبه على وجهه الم مناد وحسينا.
ما اريد اقرا لك المصرع، بس شوف زينب من شافت هالمنظر ايش صاحت وايش قالت. تقول له ربيت وياه يا ظالم على صدر امي الزهرة. الله شلون ابيات هاي، اسمعها. ربيت وياه يا ظالم على صدر امي الزهرة، يا ريت انقصف عمري وسالم لي يظل عمره. شو تريدين زينب؟ تقول له حط السيف على نحري وحزه ولا تحز نحره. خلي اعيد واقرا وياي. حط السيف على نحري وحيزة ولا تحيز نحرة. يا ظالم عاد تذبحني ولا تذبح أخوي حسين. بالله اسمع تتحمل جواب الشمر، قد كلمات مرة ما تنجرى. قالها الشمر يا زينب شوف ايش راح اسوي بيه، ما قلب على وجهه وقطرة ماي ما اسقيه، بعد وتربى على ظهره وذبحه وانت تشوفي، وظل يهبره وداجه حتى انفصل راس حسين. هالمشهد ظل بوجه وبعين زينب، ما نست مشهد الحسين وهو على التراب تصهره حرارة الشمس، إلى أن إجا ذاك اليوم مثل هذا اليوم، وزينب على فراش الموت بالشام وحولها النساء. صارت زينب تلتفت يمين وشمال، قالوا لها يا زينب ايش عندك من وصية توصي؟ قالت نعم عندي حاجة وحدة. شتريدين يا زينب؟ صاحت قوم اطرحوني بالشمس، ما اريد انا ظلايان وهالفرش لوها وخلوني بالرما بالشميس، خلوني مثل ما خلوا حسين، ولا من متت لا تغمضوني انا ساوي، لا تشهدوني لا تسبلوني ليهيدين، لازم اواسي حالة الداسوه بنعا اويلي، لا تمددوني على القبلة يا جواري، ولا تغسلوني على العادة بماي جاري جاري، ولا تجفنوني بجفن جيبوا لي بواري، ولا تحملوني للقبر من فوق شيال. قالوا يا زينب ما جرت هالحالة بمات، والله ما يرضى بهالفعايل يا أهل البيت. قالت مثل حالة أخويا ما تعديت، ذي حالة ابن أمي وحالة ذيج العيال، ولن الحريم تصارخاو وتحاوطاها، وزينب تخبرهم بمصايب أخو
شقاوي الشيح جيوبهم يوم اسمعوها واغمى عليها ومدت اليمنى والشمال شالوا نعش زنا يا وحال ارتفعت اعلام وناس تشيعها وناس تلطم الهام وزينب عليها مرتين ارتجت الشام يوم السباها ويوم آخر شيعوها وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دار يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي بفضل